بتضفي عليه مسؤوليه كمان بالزبط. اكبر من اي حد تاني بالزبط. ان يكون متواجدا. طيب ماذا حدث ايضا في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده؟ معنا على الهاتف الصديق العزيز الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي عشان نطمئن منه او نناقشه في بعض القرارات. استاذ شريف اهلا بيك. مساء الخيرات يا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك ولاستاذنا العظيم المهندس عادل القيعي ولمشاهدي قناه النادي الاهلي وللجمهور العظيم في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي. استاذ شريف امتعتنا بعدد من القرارات، محتاجين نتحدث عن البعض منها. بداية ما يتعلق بالمشاركة في السوبر المصري السعودي تم حسمه. هو لو تأذن لي يا استاذ ابراهيم انا بشكرك واثني على كل كلمة يعني ذهبت اليها حضرتك والمهندس عبد القيعي فيما يتعلق بموقف النادي الاهلي الذي اكد عليه مجددا الكابتن محمود الخضر. فلا جديد يحكى او قديما يعاد في هذا الاطار، هذا هو النادي الاهلي ولا احد زايد على النادي الاهلي وعلى علاقته المتميزه وشديده الخصوصيه بالاشقاء في الوطن العربي، فما بالك اذا كانت هذه العلاقه هي مع المملكه العربيه السعوديه المرتبطه شعبا وحكومه بعلاقه وطيده ومتميزه وحتميه مع الشعب المصري والقياده المصريه ايضا. الحقيقه ان النادي الاهلي كان من اوائل الانديه كما تعلم حضرتك والمهندس عبد القيعي التي رسخت واكدت هذه العلاقه المتميزه عبر العصور، وكان اول نادي الحقيقه يذهب الى الدول العربيه والى دول الخليج الحقيقه الشقيقه تحديدا لتمتين وتوطيد هذه العلاقات والتاكيد على خصوصيه هذه العلاقات. زي ما حضرتك تفضلت والمهندس عدلي تاكيدا على كلمه الكابتن محمود الخطيب الحقيقه اللي نجح الزملاء في قناه الاهلي وانا بحييهم رغم انه خرج من اجتماع مستمر 6 ساعات وكان موجود في مدينه نصر من الساعه 1 ظهرا ان هم يعني يقتنصوا هذا التصريح منه، اكد على انه النادي الاهلي لم يكن ابدا منذ البدايه لديه تردد، يعني مجرد تردد في المشاركه في هكذا محفل عربي وسوبر مصري سعودي، لكن كل المشكله كانت تكمن في ارتباطات الفريق الاول في ظل الظروف والتحديات الحاليه اللي بتواجه الفريق وكثره اصاباتهم الى ذلك والبطولات المتعدده التي يشارك. كان فقط يريد يعني موعد مناسب للمشاركه في هذا العرس ونحن نتمناه ونرجوه عرسا باذن الله بين النادي الاهلي وبين اتحاد جده السعودي، فهذا هو النادي الاهلي وهذا هو موقفه، لم يكن مترددا، لم يكن متراجعا، كان حاسما لامر منذ اللحظه الاولى، ولكن الامر كله كان يتعلق باختيار التوقيت المناسب، علاقات النادي الاهلي الحقيقه باشقائه من الانديه العربيه وخصوصا في المملكه العربيه السعوديه هي علاقات شديده الخصوصيه، وبالتاكيد انه هذا القرار ويعني رؤيه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب افلجت صدور الجميع بانتظار ان شاء الله انه مجلس الجهاز الفني يحدد احد الايام المناسبه ليه وتحديد الموعد ليكون يوم بالفعل يشار اليه بالبنان ويؤكد مجددا على شعبيه الاهلي الجارفه الحقيقه ليس في مصر والوطن العربي فقط ولكن في ربوع افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط كاكبر نادي في الاقليم. هذا فيما يتعلق بمباراه السوبر السعودي اللي الحقيقه البعض كان يحاول يستغلها يعني اخراج هذه العلاقات عن مسارها الصحيح واستغلالها بشكل يسيء لعلاقات رياضيه وعلاقات تاريخيه بتربط بين الشعبين وبين الانديه العربيه المختلفه، لكن الحمد لله انه المسؤولين كانوا على وعي ويعني لديهم المعرفه الكامله بما يحاك بليل ان صح التعبير يا استاذ ابراهيم، وهذا شيء يؤسف فيه، يعني ما كنا نتمنى ان يكون هكذا الوسط الرياضي، لكن النادي الاهلي باخلاقه وقيمه ومبادئه منذ اللحظه الاولى كان على هذه القيم والتقاليد والمبادئ ولا يصح الا الصحيح في النهايه. يعني بشكر حضرتك وبشكر المهندس عادل القيعي على كلامكم الطيب والقيم. كابتن محمود الخطيب الحقيقه النهارده اسلك صدور الجميع بالتاكيد مجددا على خصوصيه هذه العلاقات وبانه مجلس اداره النادي الاهلي ليس لديه اي مانع يعني في لعب هذه المباراه، بل بالعكس يعني هو ده شيء يسعده وتواق اليه، وان شاء الله تقام المباراه في الموعد المقترح وتخرج بشكل يليق بشعبيه النادي الاهلي وايضا اتحاد جده السعودي الشقيق وبما يليق بحجم العلاقات التاريخيه والحتميه بين الشعبين في كل من مصر والمملكه العربيه السعوديه. تمام يا استاذ شريف. في حاجه عايز اضيفها يا استاذ؟ اطلاقا انا بس عايز اقول لحضرتك ان احنا ما زلنا متواجدين في اهلي مدينه نصر، عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره كان ملتحم مع الساده الاعضاء، المدير التنفيذي بدل موجود بين الاعضاء بيستمع اليهم العميد محمد بركان، كابتن محمود الخطيب على تواصل ومتابع لكل الملفات، هناك فعلا احتفاليه جميله، الناس سعيده
بالنبيل الفضل ومرور 25 سنه على انشاء فرع مدينه نصر كاول فرع لاي نادي على مستوى منطقه مصر العربيه، كان الفرع الاول كما تعلم وانت عدي ابراهيم. هناك حركه انشاءات كبيره بتتم، عمل دؤوب في مجلس الاداره في كل الملفات، الكل على قلب رجل واحد. ايضا كابتن محمود الخطيب الحقيقه كان حريص على توجيه كلمه للجمهور للتاكيد على ان الجمهور هو الداعم الكبير والرئيسي والتاريخي لكل الصراعات. الحفل شغال دلوقتي يا استاذ شريف مش كده؟ الحفل انتهى منذ قليل. بيحييها الفنان عصام كريك. وغدا ان شاء الله في حفل في الجزيره، الحقيقه الاحتفاليه هتستمر ثلاث ايام، بدات مدينه نصر اللي هو صاحب الفرح والعرس ان صح التعبير، غدا في الجزيره ان شاء الله يكون عندنا فنان جميل هو احمد جمال، وفي يعني الاحتفاليه مستمره، وفي الشيخ زايد يوم السبت ان شاء الله. فالحقيقه انه موضوع المباراه يعني قريبا ان شاء الله الجمهور تسمع اخبار طيبه، لانه الحقيقه انه النادي الاهلي من غير جمهوره بينقصه الكثير. كابتن محمود الخطيب بنفسه بيقود الصالات على اعلى مستوى مع كل اجهزه الدوله لضمان الحقيقه حضور جماهيري مكثف، واختيار الملعب اللي يتوافق عليه الجهاز الفني لضمان الاداء على ارضيه ملعب جيده تناسب الفريق الاول بعيدا عن الاصابات. وبعدين ده حدث يسعد مصر كلها باشمهندس عدلي ابراهيم، فكره وصول النادي الاهلي الى نهائي افريقيا للمره ال 12 في تاريخه، ان شاء الله يا رب تكون البطوله رقم 9. فده حدث الحقيقه كل المسؤولين بيؤكدوا، كابتن محمود الخطيب، ان ده حدث كبير جدا ومهم، ويعني سيدخل السعاده ليس على قلوب الاهلاويه فقط ولكن على قلوب كل المصريين. فان شاء الله جمهور الاهلي يسمع كلام يعني طيب واخبار طيبه في السعاده ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقه بكل اجهزه الدوله ان تتعاون في هذا الاطار، المصريين بحقهم يفرحوا يعني باذن الله. يا استاذ شريف نشكرك شكرا جزيلا على اهتمامك وتواصلك الرسمي باسم النادي الاهلي، واعتقد افاض كثيرا بكل التوضيحات، لكن كمان ختام الكلام المهم جدا ان هناك جهودا كبيره تبذل من اجل ضمان حضور اكبر عدد ممكن من الجماهير لمؤازره الاهلي سواء في مباراه الوسط